مارك هابر بعث مؤخرا برسالة جد صارمة للمهاجرين غير الشرعيين في بريطانيا، فقد أشرف على حملة لتوزيع الملصقات في أنحاء مختلفة من المملكة تحض من يقيمون في البلاد بشكل غير شرعي على العودة إلى بلدانهم، إلا أن الوزير خسر الآن وظيفته، فقد استقال السبت بعد أن تبين أنه شخصيا يشغل إحدى المهاجرات غير الشرعيات كعاملة تنظيف في شقته، وذلك رغم التصعيد الذي قاده ضد الهجرة غير الشرعية. لدينا بيئة ستجعل من الصعب على المهاجرين أن يقيموا بشكل غير شرعي. هابر قال إنه دقق بوضع السيدة قبل توظيفها لديه عام 2007، تدقيق جعله يقتنع أنها كانت تقيم في البلاد بشكل قانوني، لطالما أطلعته وزارة الداخلية على وثيقة تخولها من العمل في البلاد. لقد تقيدت بالقانون دوما إذ أجريت عملية التدقيق التي كان يفترض أن أقوم بها، إلا أن وجهة النظر التي انتهجتها كوزير للهجرة هي أنه يتعين علي أن ألزم نفسي بالمعايير التي نتوقعها من الآخرين، وذلك كان أحد الأسباب التي جعلتني أقرر أنه من الصواب أن أستقيل من منصبي. سبب آخر دفع هابر لتقديم استقالته، فهو كان يشرف على تمرير مسودة قانون جديد للهجرة في مجلس العموم، قانون يلزم ليس فقط مسؤولي الحدود والجوازات بل أيضا كل من يقوم بتوظيف أي شخص، يلزمهم بإجراء المزيد من التدقيق بوضع من يوظفون. حزب العمال المعارض طالب الحكومة الائتلافية بإعادة النظر بالإجراءات الجديدة التي تعتزم تطبيقها، إلا أن الحكومة وعلى الأخص الوزراء المحافظين فيها حريصة على إصدار قانون جديد للهجرة قبل الانتخابات الأوروبية في ربيع هذا العام، فقضية الهجرة لا شك أنها ستكون موضوعا رئيسيا في حملة الانتخابات المقبلة، والحكومة تعرف أنه يتعين عليها فعل الكثير في هذا المجال لكسب ود الناخبين، ولربما هذا الاستحقاق هو ما عجل باستقالة هابا، وبسببه تعذر عليه الاحتفاظ بمنصبه. ضاحي حسن، BBC.